حنا اليوم كنتواجدوا في هذه الوقفه هذه الوقفه هذه اللي هي في الدوار اي 3 تابع للتراب ديال اقليم الحوز. حنا اسبوع هادي ولا تقريبا 8 ايام هادي وحنا مقطوع علينا الماء. رغم ذلك كان واحد العقد ديال الاشتراك مع المكتب الوطني للماء والكهرباء في 2/1/2017 كان خلصوا الفاكتورات ديالنا بطريقه عاديه. تجي فاكتوره فيها 400 درهم 500 درهم 600 درهم تل 11/12/2020 كنتفاجئوا ببعض الفاكتورات طالعين بزاف 14000 درهم 15000 درهم لكل فاكتوره. فاش قلنا لهم اودي اشهد المبلغ راه ما يمكنش هذا المبلغ ما عمرو جا هنا. جاو هزوا العداد بدون سابق انذار. حنا ما فهمناش واش هاد الناس هادو اللي كتشوفوا هاد الوليدات وهاد الشيوخ وهاد الناس الكبار والناس اللي مراض والناس ما فحالهمش اللي تخليهم تقريبا واحد 8 ايام هادي بلا ما يشربوا راه عيب وار. حنا دوزنا اجتماعات ماراثونيه وعندنا ميت بيت عندنا وثائق ديالنا عندنا مسائل ديالنا قانونيه عندنا الاشتراك ديالنا قانوني عندنا الفاكتورات ديالنا كنخلصوا بطريقه عاديه ولكن للاسف ما فهمناش حنا بالنسبه لهاد الساكنه الدوار اي 3 الضغوطات اللي كتمارس عليها ما فهمناش اشنا هو الاشكال ديالها اشنا هو المشكل اشنا هو المشكل عندنا اللي حنا كتمارس علينا هاد الضغوطات وحنا في ارض الوطن وحنا في 2021 وحنا في دولة الحق والقانون وتجي تنزع عليا واحد العداد بدون سابق انذار راه ما يمكنش ما يمكنش. شوفوا وليدات شوفوا ناس كبار شوفوا ماشيه كتموت راه عيب وعار. هادشي ما خدامش. حنا كنوجهوا النداء ديالنا لجميع الجهات المسؤوله تدخل تدخل عاجل تفك هاد العزله وتفك هاد المشكل اللي هو كتعاني منها ساكنه الدوار اي 3 عين جديد اللي حنا كنعانيو سنين هادي. تحلينا الاشكال ديال هاد العداد وزودنا الناس بالماء الصالح للشرب واليوم تجي تقطع عليهم تهز لهم واحد العداد بدون سابق انذار راه حشومه راه عيب وعار. انا بصفتي كرئيس جمعيه بلادي للتنميه والتواصل كنوجه نداء الى صاحب الجلاله سيدي محمد السادس نصره الله ينقذ هذه الامه من العطش. راه الناس راه كتموت هنا بالعطش. راه حنا في واحد المنطقه اللي هي اش غنقول لك راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هاد الناس ارتكبوا جريمه في حق دوار اي 3. حيدوا لنا المكانه ديال الضو الشاطو وبقاو الناس بلا الماء. اشنا هو ذنب هاد الاطفال والعيالات مساكن؟ اشنو درنا لهاد الناس اللي قالوا حنا تيستفزونا تيقولوا بالله حنا تيسالونا 12 مليون والفاكتورات ما كيجيوش في سميتنا لا في سميت الجمعيه وجاو حيدوا لنا الكونتور وتيستفزونا غتخلصوا 12 مليون ولا راه ما كاينش الماء وتنطلبوا صاحب الجلاله مالك محمد السادس مالك الفقراء والمالك الشعب المغربي كامل من طنجة للقويرة باش يدخل في هذا الموضوع لان هاد الناس تعداو علينا وتعداو على الاطفال الابرياء اللي ما عارفينش شنو وقع. ملي تيشوف الولد ديالك تيقول با باش يخلص وداو لنا المكانه وبا راه مخلص وعارفه شنو كاين. وهاد الشركه هادي ارتكبت جريمه في حق دوار عين جديد اي 3. هاد الناس عداو علينا وقطعوا علينا المشهر هذا تشربوا غير الماء تاع الغدير ما تيسالوناش اللي عندنا الضو تنخلصوه ما تيسالنا شي حاجه. نهار دخلناه خلصنا 31 عطينا لدوك اللي مكلفين والشهر ديالنا ديال الضو تنخلصوه من الشهر للشهر ودروك حنا راه مقهورين. الماء ما تيتقطع في المغرب كله ما تيتقطعش الماء وحنا حقرونا قطعوا علينا الماء بهيمنة تيموتوا ولادنا مترخصين تنشربوا الماء تاع الغدير تنطلبوا من الله المسؤولين سيدنا الله ينصرو يشدوا لنا حقنا. حنا ضايعين حنا ضايعين واش هذا ما عندنا الماء صغر كيفنا نديرو تنشربوا الماء تاع الغدير فيه الجران فيه الوسخ حنا وانا وليداتنا ومكرفسين وتنخلصوا الضو وتنخلصوا الضو من الشهر للشهر ما تنخليوش يتجمع علينا وحنا قهرونا قهرونا حنا بالله وبسيدنا حنا بالله وبسيدنا. عاش الملك عاش الملك عاش الملك. حنا ضعفاء تحتك حنا راه ضايعين قبض حقنا قالوا لنا الفلوس وعراونا وفي الاخر تنشربوا الماء تاع الغدير. عاش الملك دعينا من الله عاش الملك عاش الملك. كنعانيو من انقطاع الماء على الديور ديالنا بسبب المدير ديال دار الضو اليونيوب المكتب الوطني للماء والكهرباء بالحوز بي ايتورير جاء
نزع لنا الكونتور ديال اللي تيزود البرج المائي، البرج المائي بالماء حيد انتزع منه العداد بسبب حنا تنخلصوا من 2000. حنا هاد الشاطو زودناه بالعداد من 2017، ومن ديك الساعه حنا تنخلصوا الفاكتور كلهم مخلصين حتى هذا الشهر 12/2021 بدون سابق انذار. جا حيد لنا العداد وخلانا بالعطش، خلى الساكنه بالعطش كاملها، وخلونا بقاونا المواشي بالعطش والدراري الصغار. والمهم راه تكرفسنا وعاش الملك. تنطلبوا من الجهات المسؤوله يديروا لنا الحل هذا الشيء. الله يرحمه ويهديه، الله يجزيكم بخير.